جاء إقامة هذا المهرجان بتنظيم من مديرية زراعة محافظة المفرق لغايات دعم هذا القطاع، بالإضافة إلى تحفيز ريادة المشاريع الإنتاجية وخصوصا للجمعيات وقطاع المرأة، وبما يحقق أيضا الفائدة والتنمية الاقتصادية للفئات المستهدفة. برنامج يوم جديد تابع فعاليات هذا المهرجان الريادي والذي يعد الأول أيضا من نوعه على مستوى المحافظة، تابعونا في هذا التقرير الميداني. كل الدعم لهم، يسرنا لهم أمور الاستيراد والتصدير للأغنام والماعز والمزايين التي أتت إلى هذا المهرجان، وأيضا إجراءات البيطرية والحجرية والشهادات الصحية البيطرية تم تأمينها عن طريق وزارة الزراعة ومديرية زراعة محافظة المفرق. أيضا أي عقوبات تواجههم في المهرجان راح نكون يعني نذللها ونسهلها لهم، فكل الدعم. فهي فرصة جيدة أن المهرجان يفتح نافذة تسويقية، وهي من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الزراعة في الخطة 2022-2025. فأشكر القائمين جميعا في محافظة المفرق، وبالأخص مديرية زراعة محافظة المفرق، وكل الداعمين في المجتمع المحلي في محافظة المفرق لإقامة مثل هذا المهرجان. بتمنى لهم كل التوفيق. أهمية هذا المهرجان، الشق الأول منه اللي هو تحسين السلالات للأغنام والمواشي وتسويقها لدول الخليج والدول المجاورة، والشق الثاني من المهرجان هي المنتجات الريفية للأخوات الريفيات لتصنيع الغذائي وتسويقه اقتصاديا، الفائدة تعود على الأخوات المتبرعات. لا ايضا كمان احنا من خلال وزارة الزراعة ممثلة بمعالي المهندس خالد حنيفات ركزت على المرأة الأردنية من خلال ايجاد اسواق ترويجية لترويج منتجات السيدات، سواء من مأكولات شعبية او حرف يدوية. وكما نعرف كمان احنا محافظة المفرق تتميز بالحرف اليدوية الجميلة والجذابة التي تعكس حضارتها وثقافتها. تم إقامة عدة مشاريع في هذا المهرجان، عندنا اللهم صل على سيدنا محمد زيوت طبيعية، خضار مجففة، خضار مجففة، مأكولات شعبية، الشموع، المطرزات. بكون عندنا هنا مهرجان ومزاد، فبيجينا أشخاص كثير اللي عندهم اهتمام وحابين يدخلوا في مجال واستثمار في التربية للأغنام والماعز. وأيضا خارجيا بكون عندنا أيضا حضور من دول الخليج والأشقاء في الوطن العربي، بحيث نقدر نسوق إنتاجنا خارجيا، وهذا يعني بيزيد في إيراد للمزارع الأردني، وبيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع قطاع الثروة الحيوانية. هذه المهرجانات طبعا هي نافذة تسويقية للمنتج الريفي، ونتعرف طبعا على المنتجات وعلى طريقة التغليف وعلى طريقة التخزين، ونتعرف على الزبائن يعني وتسويق المنتجاتنا. احنا طبعا شاركنا بمنتجات الالبان والجميد والسمن، وايضا حرف يدويه ومنتجات مطبخ انتاجي. احنا شاركنا بالمهرجان وتسويق منتجات السيدات من البان واجبان اللي متوفر امامك، هاي كله من عمل السيدات، والحمد لله الامور تمام وتم تسويق جميع منتجات السيدات. والله الأهمية كبيرة أنه بتعيد دخل ذوي احتياجات للأسر العفيفة، وبستفيد المجتمع المحلي من ألبان وأجبان منطقتهم. أشكر المؤسسات الحكومية اللي دائما يعني داعمة إنك جمعيات خيرية. صراحة أكيد كل جمعياتنا الخيرية فيها طبعا منتجات، وعندنا المشاريع سواء إنا ولسيدات من انتميات لنفس الجمعية، فنبرز من خلال المهرجانات هاي أول بزارات المنتجات للسيدات. شاركت اليوم بالمهرجان مشان أسوق وأعرض منتجاتي وأشغالي اليدوية. هاي المهرجانات مفيدة جدا إن سيدات الأعمال إنه نعرض منتجاتنا ونعرف الناس عليها. مشروعي صابون صناعة منزلية وكونكريت، نسوق للمشروع، نتعرف على ناس جداد ويكون وحدة يعرفنا ونعرف ناس حتى نزيد فرصة البيع والشراء، والناس بتشوف المنتجات بشكل أوسع، لأنه خصوصا الناس اللي بتشتغل أكثر من منتج، تمام، فبكون واضح للعيان الشغل كامل. والفعاليات هاي بالعكس هي مساعدة إلنا إحنا لتشبكنا مع جهات تانية، مع جمعيات، مع أشخاص ذوي اهتمام، يعني بكون أكثر بمشاريعنا.
وهذا ما أكد عليه عدد من المشاركين في هذا المهرجان من خلال الإشادة الكبيرة بفعالياته، نظرا لحجم المشاركة الكبيرة بمختلف المشاريع الإنتاجية وخصوصا المدرة للدخل، والتي أيضا ستسهم في تحقيق التنمية المحلية المطلوبة. يوسف المشاقبة، التلفزيون الأردني.